تفصلنا عن الانطلاقة، فتحت البوابات اندفاعا لجياد وافراس الثلاث سنوات التي لم تكسب تتنافس في هذا الشوط على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، 18 اسم لدينا بعد استبعاد عتوم من هذا الشوط. من الداخل أتابع في هذه الأثناء مشاهدين الكرام جوهرة التنات على ما يبدو في هذا الحضور، زينة النوايا في من المسار الداخلي، وأتابع أيضا من المسار الخارجي هولان، وأيضا الحضور يأتي من هجوة هيلا، وهنا بالتحديد التقدم يأتي من العيون حسن من المسار الخارجي في هذه الأثناء، مع أيضا الحضور الذي يأتي من بقية الأسماء. أشاهد عرنون من المسار الخارجي في هذا الحضور المميز لهذه الأسماء مشاهدين الكرام، ثلاثي المقدمة هولان من الداخل، وأيضا أشاهد زينة النوايا، وأيضا أتابع من المسار الخارجي عرنون في هذا الحضور المميز وهذه الانطلاقة المميزة لهذه الأسماء، يريس في المركز الثاني. فيما الأمتار الأخيرة متابعين الكرام نتابع التنافس القوي والمثير، الحضور يأتي لعيون حسن من المسار الخارجي، تاون بقادم أيضا في دخول مذهل ربما في حضور مميز، تومبا أيضا قادم لعيون حسن يتمسك بالصدارة، لعيون حسن متمسكا بالصدارة إلى خط النهاية، ما شاء الله تبارك الله، لعيون حسن يظفر بالمركز الأول وينهي هذه المنافسة، ما شاء الله تبارك الله، تومبا للمركز